العيال هندخينا على مرحلة خطر، هتفاجئني يا بسيوني ولا السفينة هتقع بيك وهنغرق؟ قولي الحقيقة عشان لو مش كده همسك الواد حاسم اللي لكن هنغرق. بقولك عيان هيجيلي برد اكتر، هنزل بحر بقى وموجة وسمك وشارك وبيرانا والحاجات اللي انا ما بحبش البحر. انت شكلك مش مهتم. لو مش مهتم اجيب بشير الملواني فاضي دلوقتي، اجيبه يقود السفينة، هو كان قبطان، ويدور بينا 3 4 ماتشات عبال ما اخف. بس مش هينفع، مش كفاية ان احنا الصبح كده كل مرة بنيجي بالليل، جينا دلوقتي الصبح. فلو سمحت قود السفينة عشان عندي طيارة رايح احضر ماتش مصر بالليل. ايجيبت، انت هتفضل تاكل لب كده؟ احنا مش جايين ناكل اصلا، احنا مش جايين ناكل. انا مريض والدكتور كاتب لي على خضار عشان اخف وفيتامين سي. طب احنا عندنا ماتش مانشستر. هو بيكلم مين كده؟ هو ايه؟ اذا مرض المريض فدوس عليه ولا ايه؟ لا هو انا عشان مش عارف ازعق انا هرجع الحلقه الجايه همسخرك. قالوا لي ان مفيش طاقه دلوقتي. خلاص ما نشوف. ايه عايز سلطه؟ بيقول لك اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب بالله عليك يا عم حاسي، ده واحد يقود سفينه؟ ده واحد يقود سفينه واحنا داخلين ماتش مانشستر يونايتد؟ ماتش مانشستر وهم الخامس، احنا في كارثه. هي ناقصها عبط. شكرا يا عمو. بسم الله الرحمن الرحيم. منور الكون يا استاذ حاسي. اهلا بيك. منور الكون. ربنا يخليك. منور الكون. منور الكون يا عم مايلو. كام على الدوري؟ ما تشوف لنا كده. هو انت مش عارف احنا كام على الدوري يا موريسيو؟ بختبرك. احنا الرابع يا موريسيو على جدول الترتيب اهو. فرق ما بيننا وبين مانشستر يونايتد كام؟ اسمعها، احب اسمعها. جود بوي. جود بوي يا عم حاسي. يبقوا ثلاثة. يبقوا ايه؟ يبقوا ثلاثة. لا لو كسبنا يبقوا أربعة. برافو عليك. انت واضح ان نقطة زيادة. انت واضح ان البرد فيه مشكلة. انا تعبان. انت كنت فين يا موريسيو اللي خلاك عدم المؤاخذة تاخدها في جنابك كده؟ انا كنت في ستوك سيتي. ستوك سيتي. مطرت عليا مطر رخي على قرعة بنت واختي، معروف. رخت عليا. ايه بقى اللي حصل؟ مفيش يا عم، كنت بعمل شوبينج في مدينة ستوك سيتي. شوبينج؟ اشمعنى يعني؟ لا انا احب اشتري لبس، احلى لبس من ستوك. طب احلى لبس. وليه يا موريسيو؟ الستوك، كل الستوك في ستوك. في ستوك سيتي صح؟ ما هي اسمها ستوك سيتي. ليه ستوك؟ اول حاجه ينزل الستوك هناك. طب وليه يا موريسيو ما بتروح ما بتقوليش اجي معاك؟ عشان ما احبش حد يلبس لبسي. بص الكوفينتا دي اللي هي يا باشا الكوفينتا. خلي بالك نظاراتي كلها من ستوك. هي مش دي نفس النظاره بتطلع بيها كل مره ولا لا؟ بس بقى من ستوك اصلا. هو عنده منها ستوك. رايقه دي صح. روح اساتك ستوكات من ستوك. ساساتك صح. طيب خلصنا عبس ولا ايه؟ انا تعبان قوي. لما انت كل بقى سلطه عشان دكتور. انا تعبان قوي والله، انا مش قادر. ايه ده؟ فيتامين سي؟ برتقال. ده تفاح احمر. انا مش قادر اشوف خسائر ولا اشوف حاجه. العيال دي اشرب. موريسيو تعبان. اشرب بس. اشرب دلوقتي. لا 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 كحكح لي والله اموت منه. كحكح. اشرب بس. اشرب بس. خد بقى. انت بتعمل نفسك. ما شوف بقى. شوف كنت بتقعد تقفشني تقول لي كحكح لي. بص انت دلوقتي بتعمل ايه؟ خلاص مش هكحكح. اشرب. طب ما اشرب. يا اخي كحه على الزمن. حاجه نيله. حاجه نيله. لا العظيم. يلا. طب احنا هل موريسيو بجدول الترتيب ده؟ يعني سايبك توب فور، حطك في حته عاليه. ها الموجه هب علينا، خلي بالك. فالمفروض بقى ايه اللي هو ايه؟ بص الموجه. لا ايوه اطلع معايا. هي تبقى كده. ايوه طيب. اوعدك احنا عندنا كام مباراه هنروح للجدول الترتيب زي انت معودتنا وعلمتنا. دايما بنفتح للعيبه جايين هم دلوقتي بس في الطريق عشان كان هم بلغوني في حادثه في الطريق وهم جايين. فبلغوني. انا قلت افتح الجدول اشوف. انت جاي تتعب دلوقتي؟ مش قادر، تعبان، ما بحبش اشوف الحاجات دي.
جاي تتعب. اقول لك سبتهم في الكاس على ماتش مانشستر، كسبانهم في الكاس وسايبهم لنا في الدوري. بص تعبان قوي، خش بقى على مانشستر. وبعد مانشستر ويست هام وليستر، اخد طياره احضر ماتش مصر، اعمل فلوك، ارجع لك على ماتش ايه ليدز يونايتد. خلي فولهام حاسس يروح، ولا انت ولا انا. ماشي حلوه دي، ماشي. بس والله هو انت نسيت، والله هو انت نسيت اللي هو عمله. والله لا، وحياه السلطه دي عندي اللي هفرمك لو ما رجعتيش بالثلاث نقط. انت ناسي هو عمل ايه قدام نورويتش؟ انا حاطط لك الخطه. عدلت على فكره، انت بتقول ان انا خسرت وانا متعادل. هو ده بيبقى هو ايه يعني، هو مقصود بالتعادل يعني ولا ايه؟ وانا عشان عيان كده بتدوسوا عليا ولا ايه؟ انت بتزعلي وهو بيبجح في ايه؟ وانت بصوا بيكلم، بصوا اتفرج على اللي انا هعمله في اليونايتد. هو انا انت ولا ايه؟ انا هقولها كده، مش عايز اعلي صوتي. اتفضل. نو مور. انا عيان اه بس ما زلت موريسيو. نو مور نو مور. ازاي نو مور؟ مش قادر اقولها بس بتوانا. صحيح نو مور. بس خلص نو مور. خلاص ورينا الخطه. اتفضل. لا انت العب بالتشكيله اللي انا حاططها. العب بالتشكيله اللي انا حاططها. احط السلطه دي في بقك. العب بالتشكيل اللي انا حاططها. مش هتنفع. العب بالتشكيل اللي انا حاططها. انا مش في حمل بهدان ما تغيرش. إيه ما هو ايه ما ورد. معلش بس يا موريس سؤالي، انت مدرب كبير مش غريب يعني. دي لما العظيمه طلع لك بضوان يا عم. لحظه بس واحده، لحظه واحده بهدوء. هنتفاهم بهدوء. هنتفاهم بهدوء. ده في عرف المدربين. انا لما بداخل ارض الملعب. ايوه. مش احنا كمدربين بنبعت السكور شيت وال أيوة. والتيم شيت بتاعتنا لموريسيو. لا موريسيو شت. مش كده. دي تبقى خطه ايه؟ في ال 4 4 2، في ال 4 4 3. دي 4 ايه بقى؟ 4 1 2 1 كسر، ولا 4 على 10، ولا دي ايه بقى؟ هو انت لو قريت الخطه يبقى المدرب يعرف يقراني، يبقى اذا اتقفشت اذا خسرت. لكن طول ما احنا مش عارفين ننقي الخطه ولا نفهمها، مدرب الخصم هيفهمها ازاي؟ يعني انت عايز ندخل الماتش كده؟ اجمل من كده ايه؟ موريسيو شات. خش. ماشي خلينا بقى نطلع ده الاول. خش خش. صوتي هيبتدى. ايه انزل يا ساكا. لا ما سيب انزل يا ساكا. ساكا بس انا عايزه دكة. ليه؟ عشان الشوط التاني هما يبقوا منهكين. هما خلاص 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 خلاص. انزل يا ساكا. خلاص خلاص. يلا يا ساكا. خليه عندنا ماتش. خليه انزل. طيب نشيل مثلا جواندو. طيب تعالى يا ساكا. خلاص تعالى هات الفردة التانية. خلاص خلاص هسيبهم يلعبوا. خلاص ما ساكا وجواندو حاطط. انا تعبان. طب ولو خسرنا؟ حاسس كمان ايه. ولو خسرنا هحملك المسؤوليه. باذن توكلنا على الله. جريفينج. ماشي انا اقول له جريفينج. اقول له نو مور. طبعا بشكركم جميعا. This is Mark from Sky Sports here to ask a question. هو ده اللي بيشاور هنا. Excuse me, I got a question for. You have a question for me, of course. Ask. For coach. For what? It's for coach Mauricio. For coach? I'm a coach. In this match, I'm a coach. Ask. Last week, you had a match coaching the England team. بيقول لك انت كنت الاسبوع اللي فات تقود المنتخب الانجليزي. مستر مارك هي فورجوت. هي فورجوت. Is the horrible loss against Portugal the reason? يعني بيقول لك هزيمة فظيعة قدام البرتغال يعني. The reason why you are not coaching tonight. بيقول لك ايه هي الأزمة؟ مستلم منتخب منتهك. He told you that he received a منتخب very very tired. A very very tired team يعني. To be clear يعني and it's so dirty. Fucked national team. As he said. ايه ما هو فاكت ناشونال تيم. I can understand what you understand. So هو بيقول لك you have one of the strongest national teams. ولكن انت معاك منتخب من الاقوى في العالم. Horrendously. ولكن ماتش مانشستر لو I think that reflects. I want to told you that he refused to answer your fucking question. So tell us about what you want to say about this match, please. Sorry, بصوا بيخرج عن النص. Your performance against Portugal proves my statement that you are the worst manager in football history.
دي مش بتاعتي يا موريسيو دي ليك انت مانجر انا لسه ما عملتش مانجر انت فاك يو علشان انت ابيض يا مارك يا ابيضاني يا عم امشي بقى ثانك يو مارك شيت يو مارك انا بتشتم قدامكم على الصحافة انا بتشتم في بلادكم عشان انا مصري والله عيب عشان اسمر والله عشان انا كده في عنصرية كده عربي اسمر بتشتم هنا والله ستحاسبون والله ستحاسبون بشرب فيتامين سي وبيشجبوه الراجل بص 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 ليه كده بص هيموت مننا ليه كده بص بتعمل بص بص ماتش تنس الاهلي ايه ده فينا حرام ايه ده لو عايزين تهبطونا هبطونا بس بس خلاص يا موريسيو هبطونا هنرجع بثلاث نقط يا موريسيو بس 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 موريسيو موريسيو هات لي البلاتول كنت بفلوس نو مور في الأول قول موريسيو هي قول أمكن موريسيو زي هرلوك أمكن ترى فتحة برد شاطر أمار فتحة برد أنا هقعد وانت أقف على الخط لا ليه؟ ما انت تعالى أقف هنا أنا أقف أنا وانت لا أنا مش أنا هقعد كده طب أجي أشيل الكرسي ده أنا أقف قدام تعرف تحط لي الكرسي ده يا عم في أنا تعبان يعني هي أقعد على دي ايه دي ما هي اه هنقلبها على ظهرها ونقعد عليها ما هي دي طبعا انا خسيت فعلا ايوه ايوه صح ايوه محتاج منك مين دي لا لا دي هتشيلك دي هتشيل حته واحده ايوه صحيح أيوة. صحيح طيب انا هزقك انا على الخط لو عايز تيجي صفر لي موريسيو زير اوكي انت عامل زير انا مش قادر ايدي بس سقطه مني انت ليه عامل زي ايه ده في ايه اهو مش قادر بس عيان معلش يا مارس خير ان شاء الله يلا يا اولاد يلا يا اولاد اللي النصر اللي موريسيو انا مش قادر ادفع دفاعهم رخم قوي ما تخافش قول له يا رونالدو يعني المنتخب مش واخد قول له كده يا رونالدو اشطب في اللعيبه احرجهم اقسي عليهم اعمل ايه وشوشهم. خليك مدرب محترم قول لهم يبتدوا يلا قول لهم يبتدوا يلا ما تخافش يلا رجاله سهله وبسيطه حقنه يلا 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 اجري اجري يا ساكا ولا بيجري ولا بيعمل حاجه كلمه عدل حاضر كلمه عدل ايه ده قافل على الولد قافل على الولد ولا حاجة ولا حاجة يس أي ولا حاجة يلا روح روح يا رحيم يا راجل يا راجل موريسيو عايزين نبيع الولد الرحيم ده انت معايا موريسيو ولا في السلطة اللي انت بتاكلها صوت حلو قوي دي منين ده يا موريسيو من برمنغهام مش ستوك ايوه كنت بتتكلم معايا انت قبل الماتش حبيبي الماتش خلص حبيبي الماتش خلص موريسيو نو مور اهدى خمسه اي ويل كم باك اهدى خمسه نتكاتف ونتآزر طب اقوم انا لو انت لا 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 ما تقلقش يا باشا خليك بس لا لا مفيش حاجه ما في لا لا انت زي الفل لا لو انا اقوم انا نتكاتف دوري على نت نت نتكاتف الكفار يلا يلا الكفار الماتش ده له حياه وموت معلق هيبقى انا موت والفريق مات لا ما تقلقش يا موريسيو سنعود ده بينا اهو كل انت السلطه يا موريسيو وسيبنا نشوف بقى ايه ساكا والرفاق دول يلا ساكا يلا يا ساكا كلهم يلعبوا على اسحاق ما مفيش ايه ده ايه ده ايه ده انا عشان عيان بيضربوك ايه يا موريسيو بيضربوك على عينك وانا ايه ده ايه ده ايه ده ده انا مدرب اقسم لا ممكن تفوتها هو ايه الكلام ده موريسيو لا 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 ده كلام ايه ده الدنيا خير بتخلص يابا اول ما بقى يابا يا لهوي يا جدعان ده كله بيدوس على كله يابا يلا اسحاق روح 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 هداف ده
هداف ده دخل. هيا 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 اسحاق هيا مورك. ايه ده في ايه؟ لا 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 الفيتامين فيتامين فيتامين ايش 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 لا 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 ايش هيموت منان. بس في جون بس جون يا موريس جاي. خد طماطم خد طماطم خد طماطم عشان الفيتامين خد. ماشي اسحاق الاثنين هم المدافعين. هنلف من ورا مش هنروح من النص. لا مش من النص هنلف. ماشي يلا يلا كويس. الحمد لله الحمد لله خير. ايه ايه ده عندي برد. الماء انت متاكد انه برد ولا ايه ده؟ انا قلقان برضو. جدع جدع جدع. روح اساك روح. بص حبيب ابوه بص حبيب يا أبوه. سلام يا ساكا. الله يا سلام يا ساكا. خلص بده. ها ها خلص بده. شفت خلص بده. ما انا اسمع خلصت اهو. ما فيش ليه كده انت ايه؟ انا مش حمل على الحاجات دي كده. خير يا موريسيو خير. احنا كده متعادلين. لا 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 هنكسب ان شاء الله نكسب ان شاء الله. يلا كمبيمبي ضغط ده. بس بس المحصائيه اللي نازله على الشاشه دي. ايه المحصائيه دي؟ موريسيو سيري 50 وينز. ايوه عايزهم 51 اوكي. حاضر 51 انا سايبك 50 وينز. حاضر يا موريسيو حاضر يا موريسيو حاضر. حفله حفله. لا لا مش هنافطر بارتي هنا. ماشي صح صح. ايه نمور ايه موريسيو نمور. بس بتاعتنا. يلا 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 يا ساك. يلا يا اسحاق حكا. بيضربونا 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 واحنا عيانين. حق ربنا حق ربنا. شوفوا شوفوا الجمهور بيزوم ازاي. شوف الجمهور ده ايه ده في كوره كانت فيه. الله يكرمك. ثانك يو جايز نمبر 1 حبيبي. الله ده نام ده شوه قديمه. الله الله يكرمك. فاكرني ولا نسيتوني؟ عليه حكم. الله شفت فوانيس رمضان ايه؟ شفت فوانيس رمضان. موريسيو ايه موريسيو ايه علينا هجمه. تخافش علينا هجمه. موريسيو ليه كده؟ موريسيو هو انت كل ما نتزنق تكح عيان. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. قافل قافل قافل. يا لهوي يا لهوي يا احنا كده مش حلو. انا بص السوشيال ميديا عماله تكتب عليك على الهوا دلوقتي كلام بكلب. عمرو خالد لا يقود استطاع المركبه. ايه ايه ده ايه جمله؟ عمرو خالد لا يقود استطاع المركبه. ايه لا يقود استطاع المركبه دي؟ لا استطيع مركبه الاستطاع. لا يا باشا ده يلا روح روح جواندو زايق زايق. ليه ما اديتوش على طول؟ يا يا جواندوزي يا ابني جواندو ده بيشوت. قول له يشوت قول له يشوت ده رجله سم ده. يا موريسيو يا موريسيو قول له يشوت. انا ولا بقول له يشوت. ايه ده انت خمسه؟ قول له يشوت. ايه ده؟ طب حاسي دخله على الاوضه جوه انا اجيب العيال واجي. يلا حاسي هات لي الكرسي قدام. طيب بص لو كده بقى ايه لو كده بقى سيبني واسمح لي. اتفضل يا موريسيو. انا لازم اكل الكول سلو. الشوت سلطات كده. الدكتور كاتب لي على قال لي لازم تاكل خضروات بس بس عشان تخف وترجع موريسيو. انا جبت سلطه الكولسلو عارفها اللي هي بتبقى سلطه الكروم عارفها. مش كان كاتب لك سندوتشات؟ سندوتشات بعد السلطه. قال لي كل سلطه كل سلو سلطه وبعد كده كل سندوتشات وبعد كده ممكن تاكل مثلا ابل باي ولا حاجه. ده نظام غذائي. ده 3 كيلو في الاسبوع. مزيدهم. بتزيده. انا اسف. هو انت عايز تشغله تشتغل. انا تعبان اصلي الضهر مش قادر. تعبان والله. خلاص انت قول لهم ايه الحكايه وكده وانت ان شاء الله تكسب يعني. يلا يلا اسحى اسمع كلامه بقى عشان تعبان. بص يا ساكا بص يا ساكا تعالى عايزك تجيب حاجه من بره. ماشي اسمع كلام عمه. يلا اخرج هات حاجه من بره. ما تجيش تخرج بره ما تجيش. ماشي حسي زي ما كنا متفقين. ماشي ساك عايز يروح يجيب حاجات من السوبر ماركت. وديه وديه. ماشي حسي حسي هيوديه.
يلا حسين ايوه اتجه انا يلا انت ماشي ايوه وصل حسين هيوصل سكوي براحته الواد ده عايز يطلع يطلع عايز يتزني يعمل بي لا حقا مش مننا موريسيو انت علمتنا ايه ده كورنر للحكم ايه ده كورنر اوت من هنا ايه ده ايه ده يا لهوي يا لهوي ايه ده يا لهوي يا لهوي يا لهوي على خبتي يا لهوي شفت ده موريسيو الكره حلوه قوي بقول لك ايه دي حلوه قوي الكره دي حاول تطلع بالتعادل حاضر اوعدك يا موريسيو هنكسب امنوا يعني موريسيو وي ويل وين توداي اوكي وي ويل تودين توداي اي سوب سو موريسيو ها موراسيو العب جامد الثانيه موراسيو ايه ده ايه ده ايه ده يا لهوي عليا ما خلاص موراسيو موراسيو لا في نبض في ايش 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 يا خارق تبوتو بوتو اتي بوتو بس مش حاجه مش حاجه يا موراسيو انت هبطت ليه مننا كده ما ترجنيش هرجع هرجع بس 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 تعد كده في قعدتك بس عشان ماتش اللوم امير اعمل لهم كده ام هير انا انت اللي هنا اه هيز هير موريسيو ما تقعش على حاجه بقى على ارض الاستاد بقى بص الصعوبه انك تمسك الطبقه دي وما تغزهاش يا ابن اللعيبه بص التحكم ده بتعرف بقى تلففها على على احسن رونالدينيو موقف من تحكم اه رونالدينيو اه تعرف تعرف تلففها بقى موريسيو على اللي هي الشوكه من فوق يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا جوندوزي تعالى حسي مع ساكا الاثنين نفس المشوار ماشي الاثنين نفس المشوار يلا روح اعمل بيبي يلا 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 طالع طالع صح صح قافل ماي شوتش ماي شوتش ده ما يعرفش يمسك كوره لا 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 ولا ولا الله يخليك ايه زولي لسه موجود شوف كده استنى اه لا موجود موجود لا لا موجود موجود هو الدكتور قال لك هو في 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 الدور ده بياخد الزور ويروح طب يا ان شاء الله خير يعني خلاص عدى منهم كام عدى منهم حبه اهو 3 ايام طب كويس ايه انا تعبان والله والله تعبان لو هتخسر او تتعادل قول بس ما تعرفش انت قلت لي تعادل لا انا قلت لك اكس انا كده اطمعت لا لا ما تطمعش ما تطمعش يا موريس انت كده لا استنى موريس انا انا جايبين 5 كوردر ايه بقى ايه مشكله 5 كوردر وانت صفر عملوا بيهم حاجه 5 كوردر عملوا بيهم حاجه قافل عليه عليه حكم خد بول علينا بس ايه خد بول علينا دي اه والله بس الحكم ما شافهاش ها الواد ده لازم يجيب هاتريك مين اسحاق لا يا موريس مش هينفع اسحاق ايه ده ايه ده الواد ده يتباع تسيرلينج صح الواد ده انا بعد الماتش ده هقعده دك الواد ده بيعه بيعه حتى مش فلوس والانتقالات دلوقتي بيعه للجونه ليه جونه اف سي حاضر وديك جونه يقعد هناك في اي اوتيل لحد ما الاسباب يفتح يقعد على الاوتيل ولا يقعد دكه يقعد على الاوتيل على حسابه الجونه غاليه نار خليه آه. لا ولسه بقى لسه اه بيزلوا بقى كله مثلا حته ستيك ولا حاجه يدفع له 1000 من 300 نفس البيت اوب دي ليله سودا عليك يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل بص العيال تحتفل ازاي قدام تعادلوا في نهائي دوري الابطال يا اوساخ يا اوساخ فرحان قوي انك اتعادلت مش عارف تحمي دفاعاتك في الاخر لازم اقوم اقفل نفسي ولا شخصيه ولا روح ولا اداء ولا حاجه تقرف يا اخي يا اخي الواحد بيتعب بيتمسخر في البلد دي بيتمسخر ايه يعني لما اتعب يومين بهدل كده تحاول ولا حتى يلبن يلا يلا صعب مبهدلاه مساعد مدرب مبهدلني وعيال بنت كلب اسمه مسكه وجوندوزي مطلعين عيشتي واحد الواحد قرفان قوي بالحياه يا اخي الواحد بيفكر يعتزل التدريب يا اخي قافل والله الطلاق لو والله العظيم بص انا حلفت كنت بالطلاق لو كنت دلوقتي الله لك ملط واخد بقى التهاب رئوي بص هسجرك فيها يعني هخليك تتسجن طالع 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 احسن ولي قدام اليونايتد ده موريسيو واحنا الرابع برضه في مكان يعني لسه خير خش خلي لسه مارسي بقى يعني خش خلي لازم مارسي بقى اكسب يا تعبان بقى خلاص طب كل سلطه يلا هات لي السلطه خد خد السلطه ما معاك انت مش شايفها ولا هروح انا الم العيال وحاسي مارسي على اتوبيس يلا هات لي الكرسي قدام حاضر يلا ايه ده زي ما احنا
تليفونك ده مش تليفون. حد عايزني من الإدارة؟ لا دي ماما. مين؟ ماما. طب رد. يا ماما الله جابت لي فانوس رمضان. طب سيبي خلص انا داخل اهو عندي ماتش هخلصه واجي احتفل معاكم بالفانوس رمضان ان شاء الله وكده. اه والله عيان وعندي ماتشات في انجلترا وحاجه تقرف ياما والله الغربه وحشه. اه والله ربنا يكرمك ربنا يكرمك ياما. هجيب لك انا حاجات من انجلترا. شوفي بقى البرفانات والحاجات اللي انتوا عايزينها من هنا كده. اه باذن الله اهو يعني خلاص قربت ارجع. انا عايز مكرونه بشاميل. اه ان شاء الله يلا. معلش بس يعني لا لا ما الام ايه الوالدة. مدرسه الوالده مدرسه مدرسه معروف يقول لك الام مدرسه معلش. يعني انت فاهم بقى. شوفها انا نازل على ماتش باسكت بقول لك رايح احضر الماتش فلازم اجيب لها حاجه وانا راكب. اجيب لها سمبوسك بتحبها هنا. اجيب لها الشاورما العربي. اه سلطه من برمنجهام. يلا شوف عندنا مين وقول لهم الخطه والحاجه وانا هاكل سلطه برضو. اه انا هاكل انا لازم الاسبوع ده اعيش على السلطه بخس بخس. خد دي كل عشان لما تخلص اوحش كل سلود وبتاع. طب هو مايلو عايز ياكلها. لا غلط عليه تتعبه يعني مش تعجبه. ممكن تسيب مايلو عشان عندنا ماتش. اتفضلوا يا اساتذه لانه عندنا اجتماع عاجل مع معلش مع كحه اللعيبه يايو يوم ماتش. يلا عندنا اجتماع عاجل لمناقشه وضع الفريق في المواجهه القادمه قدام وستهام. طيب شوف انا هسيبك تعمل بعد اذنك بعد اذنك عشان انت السبب في اللي حصل لنا. ايوه صح حملها لي بقى. تمام جواندوزي هتطلع وهينزل توريرا ده استفتاح كلام. خلاص الخطة العباسية اللي انا شايفها دي هنكمل بيها. شاطر مش تمام ولا تمام صح حلو. في حد بره على الدكه ممكن ينزله او حاجه ولا لا بدواني وانت نازل اقول له ازيك بدواني بس كده هو كده هو تمام يعني. طب بقول لك ايه انا الواد سميثرو الواد ده الواد ده شمال. طب ما تيجي نلعبه باك شمال. الواد ده خطأ ما تكلموش عشان لو كلمته ممكن يعوره. اه لا شمال ده من حواري الجريس. هو معانا كده. طب بصوا يا اساتذه بصوا احنا خلاص ماشي خلاص انا فهمت. باسكليات زي ما احنا زي ما احنا. ليه؟ لانه موريسيو دايما علمنا انه لكل جواد كبوه. صح ولكل كبوه جواد. صح كسبنا اللي تعادلنا الماتش اللي فات بسبب رعونه دفاعيه. نو مور نو مور بس افتكروا النو مور بتاعتي وتخيلوا لي بقولها جامد. انا مش عارف اقولها دلوقتي. نو مور بس أقول. يلا يا جماعه على الاتوبيس لان عندنا ماتش دلوقتي. هتيجي معانا في الاتوبيس ولا تروح اوبر؟ اجي معاكم ولا اقعد اريح؟ لا تعال. طب يلا يلا. الو ايوه ايوه. لا عادي هو كان بيكلمني عادي كان بيقعد يتكلم وانا بضرب برضه عادي. كان اول ما انزل اهو يتكلم في التليفون. يتكلم في التليفون انت عامل ايه؟ اللي مين؟ انا في ماتش ويست هام. اه لا 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 احنا عندنا ما رحناش. لا اه عندنا في الامارات. اه هلا قطع فين؟ شوف الواد عمرو خالد في التلفزيون. اه هو الطويل ده. اه ما هو ده عمرو خالد بقول لك. اه اه العبيط اهو شايفه؟ كلم مين؟ بكلم واحد صاحبي. ايوه اه نشوف التشكيله هو بيلعب بمين؟ اه جالك على صفة التشكيل؟ اه شال جواندوزي. ها انا هسيبه يخلص. اه سيبه يخلص الماتش ده وحاسب. اه لا ما انا مش هكلمه دلوقتي عشان يقول لي بيربسه وبتاع وانت تستلم في التعادلات وبتاع. سيبه ايه يلعب في التشكيل وانا العب في وشه لما يخلص. طب تابعني بقى شوف كده الكاميرا بتجيبني في النص وانا جايبها هو بس كده. اه بقى تابعني كده وقول حبيبي الله يكرمك. عايز حاجه؟ جايب لك تيشيرت ساكا ماشي خليه يمضي لك عليه. الله يكرمك يلا يا سلام. مالك توتر ليه؟ توتر ليه؟ انت كويس؟ انت كويس والله عبور. اهدى ما تخافش اهدى.
ايه ده بس والله كح والله كح. لا 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 ليه كده ليه كده اقول لك على حاجه ليه كده ثلاث نقط دول ثلاث نقط دول هنا خدهم مني مقدمه بس. بس هاتهم تاني هتعادل انا بالثلاث نقط دول بس روح اساك يا سلام يا سلام ضربوا الولد حلوه ها يا راجل يا راجل ايه ده موريسيو تاك ما توقعش حاجه على الارض يا موريسيو يا موريسيو موريسيو احنا اللي في الاخر بننظف يلا يلا عشان نجيب لك حلويات بقول لك ايه بلعب هاي بريس لا 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 اتاكون كاونتر ضغط لا 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 ما العبش انا كده موريسيو نشيل جامد الفرقه دي مش مساعداني العب بس بالخطه الفرقه دي مش مساعداني يا موريسيو شايف انت اللي انت 5 او 2 ايه ده او 2 بلس او 2 5 6 شايف كده يعني اه حرك الاكس 2 على الشمال الاكس 2 على الشمال وزيد جولز يمين ما موريسيو صعبه دي لا لا جدع جدع كله ايه ده في ايه ايه ده ايه ده ايه ده اتقل اتقل لما موريسيو ده انا ده هو ده اللي هيكسب ده ديربي ده لعبك ديربي يلا انت جايب لي يونايتد في 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 وست هام وانت حبك تتعب دلوقتي تعبان عامل ايه وانا يا ربنا بقى اراد ان انا اتعب دلوقتي نعمة بالله موريسيو تعمل ايه بس يعني ما هتكفر لا لا الله لا لا الله روح روح حلوه حلوه بص بص البطء يا موريسيو اتنين دخلوا عليه اتنين دخلوا عليه حلوه يا ولد يا اسحاق بيشدني يا حكم بس 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 مش حاجه بس بس حاول هصوره يمكن ينزله ايه ده يجيب على التيك توك ده شاهد هدف ارسنال من الملعب من قلب الملعب اه اصوره بقى بيجيب لك فولورز جيب لي فولورز ايه ده عايز ناس تعمل له ان فولو ايه ده هو ده اللي انت قايلهم يعملوه لا ايه ده هم قالوا لي الكره دي موريسيو علمنا عليها لما انا كنت تعبان اخي انت بتسدش لوحدك اخي رايح رايح وادي لا انا شايف ان انا يعني طب اقف انا على الخط احسن والله يبقى اوقع هو ده اللي اعتمادي عليك يعني فيه كده قلت لك انا موريسيو مش عايز ادرب اخويا متصدر دوري اسباني دلوقتي مش عايز ادرب انا كده يعني هي يعني هي كده يعني يعني انا عشان مريض يعني خلاص بتيجي عليا كده الدوري الرحمه دي عشان جالي اسبوع برد الدوري الرحمه انا مش معتمد على رجاله ولا ايه هو ده باستيوني اللي انا بقول لك يعني كده لو سمحت حالا يا موريسيو صلح غلطك ده اديت نفسي يا اخي على الحياه يا اخي صح مين هنا تحيا مصر تحيا مصر مين اللي جاب الجون تحيا مصر مين اللي جاب الجون قدوس مين مش شايف انا عيان مين اللي جاب الجون انا عيان مين اللي جاب الجون مين اللي جاب الجون بقول لك يا تهوي يا خرابي موريسيو 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 مش حاجه اي بس انت ايه موريسيو يعني واحد ما يعرفش يحتفل معاك تعبان ليش عليك تعبان بس بس تعبان بس 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 انت كويس فيش حاجة لا انت كل الرنج ده على جول التعادل على كل الرنج ده عشان العمز ده يا اخي عامل فيك ايه يا اخي يا اخي عامل فيك ايه يا اخي يا اخي عدت على دمك بقول لك تعبان شوف الدوك كام شوف حولوا لك الحساب ولا ايه بعتلي بكام يا عشري بعتلي بكام مش انا موريش الابيعات خمسة خمس بواكي والله انت زي وتاخد خمس بواكي في موريس شنا خبر ابيض يلا نتعادل يا والله في انت يلا نتعادل حاجة سيئة يعني حاجة سيئة كله كمامات
كله كمامات يلا. اكلم الامن انا ولا اعمل ايه دلوقتي؟ طلع اودي بره. نزل نادر بضواني ولا جواندوزي؟ لا نزل البضواني. ماشي هيفاجئك. طلع الرحيم ونزل الواد مارتينيلي. نطلع ساك ايه؟ طلع اسحاق. نزل اوباميانج. بس كده؟ بس كده اولاد. لا خلاص انا هقول لهم انا اتكلوا على الله. الواد ده حريف قوي. مين؟ بضواني. وانت موريسيو يعني مش وقته خالص يلعب الماتش ده. فخر العرب. فخر العرب ده. موريسيو انا لاحظت حاجه في الفرقه. ايه؟ الكره بتطول من رجل اللعيبه كتير. ابي عشان ما في مساعد مدرب. يلا. ها. وانا مشلول كده وانا مش قادر اتحرك. مش هقول لهم على الجمجمه. تغيراتي كده. 2 minutes. انت ما ترجنيش يا مان. برضو ها هلا. 2 minutes. احتاجت 2 minutes. 2 minutes. عاش بضواني. ترب بضواني بوي. انا دماغي وبضواني ما يتوصوش. بيج فوك مانجر يعني. مش عارف ليه موريسيو قلبي مقبوض ان العيال دي هتدخل التالت. موريسيو. كورنر ايه؟ فاك دي شيت. ايه اللي كرنرها؟ نو. قافل قافل. قافل ايه ده كورنر؟ قافل. يعني كل واحد مع واحد يا موريسيو بقى حاجات بقى انت ما مش هي دي. هي دي. انا قلبي ابتدى يوجعني والله. ولا اي حاجه موريسيو في دول ثلاث نقط هنجيبهم بسهوله. هو انا حاسس عشان اتعادل ولا ايه؟ تنزل النهارده الماتش اللي فات يا امور. قدام اليونايتد يا حبيبي. يا امور. قدام اليونايتد يا حبيبي مش قدام نورويتش. وانا ايه فاكهاني زيك ولا ايه؟ تاكل يا موريسيو. سيمون في مي. ايه السلمون في مي ده؟ الدكتور قال لي كلها مأكولات بحريه. ووتر ووتر انيمال يعني. انت عندك برد. ووتر انيمالز. ايوه. ايوه. صح صح. روح اساك. روح روح روح. خلص ببدوة. هو خلص ببدوة. بدوة. انا بقول لك هي يا موريسيو. هي يا موريسيو. هي يا موريسيو. هي هي هي. يس. ايه ده؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اساس اساس اساس. زقلت زقلت. ايوه ديك 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 ديك. بس يا موريسيو يا خرابي اسود علينا. ما بلحقش احتفل كده. ما بلحقش احتفل. ما ترجنيش جامد. مع احتفالات يا موريسيو. ما ترجنيش جامد. خلاص خلاص اقعد يلا كل كل. انت كنت مطلع السلمون في ميه ده. ايوه. مش اللي في ميه ده اللي هو الازاز. ما ده برضه ما بيبانش منه اللي جوه. عايزين نبيع توريرا؟ بيع. وعايزين نبيع توماس؟ بيع. وعايزين نبيع ساكا. جدع. جدع ديفنس سترونج حسي. ايه؟ هبعت لك ثلاث ملفات. اشوف لك ماشي. ساكا ايه؟ هيتباع. ايه يا حبيبي؟ تمام. انت قلت اوكي. انا قلت خلاص اوكي. ساكا هيتباع. تمام. هتودي الملف بتاعه. خلاص. ماشي؟ ودي ملفك انت وهو بقى مع ساكا. يعني حاسي عمرو خالي ساكا شوف كده الليستة فيها مين. ماشي نمشي كلنا؟ يلا يا عم انا وانت وساكا. ماشي؟ يلا. تيكي تاكا تيكي تاكا. العب التيكي تاكا السهلة. بلاش بقى شغل موريسيو والفلسفه الزايده دي. يلا بص بقول ايه. بص بقول بلاش شغل موريسيو والفلسفه الزايده. بتلعبوا لعب سيء. هو اللي سامعه ده حقيقي؟ مش عارف هو ايه ده. هو ايه جدع جدع جدع. اضغط الضغط الطبيعي مش ضغط الموريسيو. مش ضغط الموريسيو. فصدق نفسه. يلا 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 اوبا. يا سلام يا اوبا زحف حفله. اضرب واحده. هي دي هي دي. بلاش شغل الموريسيو اللي حلنبوحه اللي بيقعد يعملها دي وقعد يعمل لك كده والحاجات دي. لا العب السهل. هات لي قدامي. العب السهل على طول. وادي السطور اللي جنبك ده. فين هتلاقي ايه في سطور كده؟ هتقولي عشان ايه؟ الكورنر. العب على القريب. كل بالي على القريب على طول. وادي ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انت بتقول ايه يلا؟ انا بوجه اللعيبة. انت بتوجههم لعيبه ضدي؟ لا. ايه اللي بتعملوش شغل الموريسيو؟ اي يا موريسيو انت فهمت الكلام ازاي؟ نعمله الشغل موريسيو ما يتعبوش زيك. ايوه افهمه ازاي انا بقى الكلام؟ سهله تفهمها. ازاي بقى؟ لان انا المفروض معايا قلبا وقالبا. ازاي انا بعد اذنك عشان عندي كورنر. والله العظيم اللي هيسمع كلامه ده مشيه. يلا كله على القريب على القريب. ماشي يلا. ما تخبطش بدراعاتك دي. طيب ما تخبطش بدراعاتك دي كده. كانت جون يا موريسيو. الو ايه ده؟ مين تاني موريسيو؟ ابراهيم.
ايه ابراهيم بالله عليك يا موريس سلم لي عليه. شايف الماتش ايه بتقول عامل ايه؟ العيال كويسه ولا مش شايف حاجه هنا خالص؟ موريس سلم عليه بالله عليك. اه عامل خير بيسلم عليك اه بالله عليك اه اعمل له باي في العب السهله اعمل له باي في الكاميرا اهيما حبيبي اه اعمل لك باي اهو هتيجي 3 ثواني وتجي لك كده انت بنعل عندكم متاخر باي تيجي تتفرج على النت لا يبقى دقيقتين ونص كده اعمل لك باي باي ايه 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 اوفسايد استنى بس وحات امك عشان ده كان هيجي فينا جول اه لا ما انا بحرق لك الماتش وانا سابق اه بس ماتش حلو اه شفت الواد بدواني اقسم بالله لا ايه اللي روح روح هاف تايم اه قلت له نزل بدواني قال لي نزل جواندوزي قلت له لا انا شوف جواندوزي يا ابني بس نزل بدواني روح يا ساكا روح اشتغل اهو اه شفت الشغل العب على الواسع العب على الواسع اه توب فور توب فور السنه دي يا بيه اه بص بص الجول ده هيجي جول دلوقتي اهو اه قلت له الواد تورينا جاب جول في الدقيقه 95 يبقى شوف ما جاتش يا مريش ما جاتش ما جاتش ما جاتش ما جاتش افتكرتها جت خلاص يا ابراهيم عشان ايه هيقوم المدرب يجي يسلم عليه دلوقتي ماشي سلام يلعب على القريب تاني كل بالي بلاش شغل الموريسيو ها حد امك لا تمشي كل بالي حلوه تبقى تقرب له على القريب ما بس يا موريسيو ما لعب بيعمل شغل حد امك لا تمشي كل بالي حول الله اه بقول لك ايه ايه في حد فتح علينا باب الاستاد محمد النني لا مين ده مش عارف اه يا نهار ابيض ده اخو بدواني مدير حسابات النادي يا لهوي آه. ده عايز ايه ده ده جاي حاسبك على ايه جاي حاسبك على الضريبه لا عم ليش علاقه بالكلام ده ايه ليش علاقه بالكلام ده لا مفيش ده يا عم انت اللي دربت ارفع الواسع انا ما بدربش حاجه النهارده هو اللي بيدرب حضرتك مين اللي بياخد فلوس هو يا باشا والله لا والله يا هو يا عم هو المدير الفني والله المساعد هو بص تعبان حد قال له لا ما انا بعنفه صوته هو وجعه صوته وجعه الراجل ده محاسب وعارف كل حاجه اهو يا عم انت بص قاعد ازاي عايز تحاسبه على الماتش ده حاسبه انا عملت تغيرات بس اهو قال لي اعترف عملت تغيرات لا ما انا مالي ليش انا رايح مع حاسي يلا على الاتوبيس ودي عامل خالد جوه حاسي طبعا انتصار مستحق 3 بونت في انا اللي عملت التغيرات دي بعد اذنك بس 5 خمسة بس بعد اذنك بعد اذن حضرتك بعد اذنك يا بيه بعد اذنك يا بيه ايه يا موريسي انا اللي منزل بدواني في التغيرات دي بتاعتي هو كونه مساعد في موجود انما لا يقلل منه ولكن هو ادار ايه المساعده اللي في الموجود ده يعني ايه مساعد في موجود انا بقول ان انا اللي حطيت الخطه مين اللي ادار اللعيبه انت اللي ادارت اللعيبه طيب ما لولا الكوتشنج الصح ما كانش يحصل طبعا هو ليه الشكر طبعا شكرك هو ادار كمل انت مش هكمل انا خلاص قلت ان انا اللي عملت التغيرات اه كنت لازم اقول ان بدواني ده تحدي انا بحب بدواني انت بتحب بدواني لا انا كل الناس بتحب بدواني يلا كمل انت اللقاء نتكلم طبعا بنعتذر عن هذا العبث لانه الموريسيو بيمر بوعكه صحيه زي ما انتم شايفين والدكتور كاتب له على ايه ده منتجات طبيه منتجات طبيه يتغذى عليها نظرا للحاله الصحيه اللي هو وصل لها و خد موريس كل سلو عشان بس قدام الكاميرات وبتاعه كده طب قد الراجل ده كل سلو طيب قوي مين المراسل اللي واقف ده حاط و خليه يديك كل سلو كمل كمل خد هوبلا هو بس الدكتور كاتب على روشتة موصيني ان انا اكله علشان هو ما بيعرفش في الاوقات اللي زي دي كل واحد يعني ف عايز اقول حاجه ثانيه قبل ما امشي ها ايه بقى اللون نومر بتعملها ازاي نومر اعملها انت عشان نومر وزع فيه جامد ده يعني نومر حلو انا مبسوط يا اخي الحل ده مين اللي معانا في الاوضه ده مندوب رئيس النادي مندوب رئيس النادي اه حقه يبعت مندوبه في اي وقت ما نقدرش نكلمه ده رئيس النادي برضه يمشيني ويمشيك خلي بالك ما تاكلش بقى لب قدامه بقى مش واخد باله مش واخد باله ما انت اللي ظاهر له دلوقتي مش شايف ما تاكلش لب اه هيقول دلوقتي اهو عندنا ماتش مين؟ ليستر عندنا ماتش اه ليستر صحيح طبعا مش عارف اتكلم وهو قاعد ايه؟ قاعد اقول له اعمل ايه؟ اتكلم انت اه طبعا ماتش مهم وليستر السادس فرق 8 نقط مش عايزينهم يبقوا كام بقى لو شلنا منهم من 8 و 3 احسب كده شلنا منهم شلنا من 8 3 و 5 يبقوا من 55 لا هياخدوا 5 نقط ايه هيضربونا ولا ايه ازاي بقى
لا ما هو الفرق هيبقى 5. برضه هما ثلاثة الفرق 5 اهي. صحيح مش محتاج عايز بقى اهو. فزي ما انتم شايفين الجدول انا تعبان اصلي يا جماعة مش قادر اشرح. المهم ان احنا في موقف حلو. مانشستر كمان ليها ماتشين مؤجلين, احنا لينا ماتشين مؤجلين. انا مش مجمع النهارده يا جماعه بجد. العبوا خلاص واحنا لازم نعرف موقفنا في الدوري في ايه, في ايه بجد. انا لازم اشرح واقول واعرف. انزل العب اكسب اكسب بالظبط اي ماتش. احنا تاني تالت رابع اول بالظبط. لو سمحت احنا عندنا مين ليستر. ليستر الخطه اللي انا بحطها دايما والعبوا نفس الافكار هتتطبق مع شويه حبشتكنات. هنبان ان احنا فريق كبير نقدر نكسب, نقدر ناخد 3 نقط وعدت على خير بقى وارجع انا ادرب والغمه اللي احنا فيها دي تعدي على خير. خلاص احنا كاسبين الماتش اللي فات. ايه شايف سمعنا كلام من المندوب ازاي؟ انا كسبان الماتش اللي فات. ما هو انت خدت متعادل من اللي قبل. متعادل مش خسران. الاداء باين انت كسبان. ايوه متعادل مع اليونايتد. متعادل مع نورويتش. ما هو الاداء وحش. لا كسبان حقه. كسبان 3-2. احنا هنبقى منافس على الدوري برضه. المندوب متضايق. هو انت اللي قلت له ننافس على الدوري؟ انا قلت له نمبر 1. والله العظيم؟ انت مش بتغني ساعتها؟ لا قلت نمبر 1. ايوه كنت بتغني. هو فاهم ان احنا ننافس اول؟ قلت له كده كنت بغني بس هو نمبر 4 بعد كده. نمبر 4 نمبر 4 صح. نمبر 4 احافظ على نمبر 4. هو رئيس النادي والمندوب بتاعه موجودين في الملعب جاي معانا. المندوب ده جاي معانا. الدنيا شمس خلي بالك بقى. وايه ممكن اعيا تاني؟ انا ما اعرفش رأي في الشمس دي ولا انا. انا لابس نظارة وانت كمان لابس نظارة بس عشان اشوف. لا مش مشكلة يفش الواد ملس ولا خلي القطافر يشدوه بالشورت وهم خارجين. عمره ما حد بص بص خدود دي بس خدود دي ده ابن مارتينيلي الواد ده بس جايبه في الحرام. محدش عارف القصه دي خالص. الواد اللي بينزل كل مره ده ابن مارتينيلي. اقول له انا ابوك اسمه ايه مش عارف. اقول له كده زيد له. لا يا عم حرام. خلي بالك فريق رخم. ها جابوا تريافيكو. مين جابوا تريافيكو؟ شغل عادي. عايز تكسب كام؟ عايز اكسب كام؟ اكسب اخد 3 نقط اعتبرهم في. مش انا اديتك الماتش اللي فات 3 نقط في جيبك؟ صح. طوم دوري فون دور كمان. ايه خلاص. ده مهم ده بقى. ده هوت دوج من نيوكاسل. بروح اجيبه كل يوم الصبح بيجي لي فيه. يعني هي السلطه من برمنجهام والهوت دوج من نيوكاسل. احلى هوت دوج ده كله من هناك. خبر السويد بيبقى جريل بقى ده ولا ما ببعته من هنا. عشان كده المندوب صاحبي. المندوب ده مش صاحبك. بيبعت لي عيالي الصبح يقول له موريش روح هات له الهوت دوج بتاعه. يبقى اطلع على نيوكاسل يجيب الهوت دوج ويجي لي. ده ليك انت لوحدك؟ اوكي. وان هوت دوج ده. وان ايه؟ وان هوت دوج واحد بس يعني. مش اتنين يعني. لا في هوت دوج تحت. لا ما يجيبش بتاع اسبوع. لا يجيب لي كل يوم فريش يوم بيوم عشان يبقى فرقه. صح. انا مدرب كبير. هات ام عمرو خالد لو خسرت الماتش ده. ما انت قلت لي كده الماتش اللي فات وكسبنا. ماشي توترنيش بقى عشان انا ايه ما كانش. انت غفلتني قلت لي تعالى ادرب وانا كنت عامل حسابي. روح روح تعال تعال زول ابوك عيان. تعال هنا تعال. اهلا وسهلا. كده يا ولا كده ولا كده ولا ايه ده اطلع بره 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 الملعب. 3 نقط دوري الابطال هنمشي الله يخرب بيتنا. مش هنلاقي حته ناكل فيها عيش. هنروح انبي. كويس وانا عايز ارجع مصر. ارجع انت هاند بول يا عم انت. يابا مش قادر ازعق. باكل هوت دوج. اتاخر اتاخر. روح شالها ازاي بقى؟ شالها ازاي بقى؟ انا تعبان على الكلام ده. مش حلو كده. عجبني ادارتك في المباراه حتى الان. ايه رايك؟ عجباني بصراحه. بغض النظر عن النتيجه. الله يخليك. ادارتك جيده. الله يخليك. حتى الان. حتى الان. محدش عارف بقى الدنيا. بص حتى الان. محدش عارف الدنيا فيها ايه. حتى الان. ايوه ما محدش عارف. بقول لك الدنيا فيها مورز. بقول لك حتى وانت الان. وانت راجل مؤمن يعني. انت ومؤمن. حتى الان.
وبعدين تخيل بقى شوف البريشر اللي انت بتحط عليا وانت مساعد مدرب، شوف انت كنت بتعمل ليه ازاي. قالك ايه وانت سامع قالك دي صيعة هيقصد احنا؟ هيقصد مين بس يعني مش هنعمل اللي احنا بس ما قلناهاش. خش بقى على اوضه اللبس هزقهم عشان احنا بنتهزق. لا انت قول لهم انا مش هينفع ازعقهم عشان عيال اصحابي. ازيك يا اسحاق؟ تاكل هوت دوج؟ تعالى كل هوت دوج وده اللي ناقص، وده اللي ناقص علينا كمان. تيجي ناكل كول سلو وهوت دوج و... ايه ده في ايه؟ ليه عملت كده؟ ليه طلعت سكه؟ انا طلعت سكه؟ اه انا شفتك في السبوره اهو. طرش حد ايه؟ امال اسم مارتينيلي ده بيعمل ايه في القايمه؟ اذا نازل عيب زياده يلعب معانا. هيلعب معانا زياده. بتستظرف. سمعت الكلب قال لك ايه؟ سمعت الكلب؟ ده الكلب قالها يا اخي. تخيل انا. يعني انت عايز نرجع سكه؟ انت شايف كده ادارتك للمباراه يعني؟ انت شايف كده يعني. والنصر هيجي من ناحيه ساكا. طيب اللي هي بقت مارتينيلي حياه محمد نصر لو ما جه الفوز. لا لا حاسبك بقى، مش انت صاحب التغير. انا قلت لك الماتش اللي فات نزل بدون. بعد اذنك بقى. طب انزله دلوقتي ولا زي ما احنا؟ لا زي ما احنا. يلا اتفضلوا يا اسد. لو كسبت اجيب لك واحد قدام. لو كسبت اجيب لك واحد قدام. انت ما بتجيبليش حاجه يا عم، بتجيب لي نفسك في حلاوه الفوز النهارده. كل واحد واحد لا بتاكلني انا ولا بتاكل ولا حاسي و و و و والشغل جاي لك انت بس وحاجه. ها اوريسيو لو كسبنا النهارده مكافاه كل واحد ضد دوج العب 8-5-2. لا يا عم 8-5-2 صعبه اللعيبه دي. يا موريسيو انت لا قادر تقتنع ولا قادر تفهم ان اللعيبه دي. موريسيو الله صح صح يا مندوب. هو بيتفرج عليك النهارده هيرجع يقول للرئيس. هو قاعد ما بيتفرجش الماتشات كلها في الدوري جه على حس انا لما انت عيد. شوف هو عارف، عارف اللي بيبقى ايه حظه كده. ده نزله فاردي. نزله فاردي. طب يا عم انت مركز. موريسيو ركز ما تردنيش هرجع. شوف اللعيبه بتعمل ايه. شوف مفيش حد يشكوهم. حلوه البينيه دي. روح روح ولا ولا ما انتش نافع. الواد ده وحش قوي. ما انتش نافع. الواد ده خازوق العمر. روح 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 ولا ولا هو ليه ما بيشوتش؟ تنزل بضواني الناحيه دي. ولا مكان اوديجارد. نزل ماشي. ها بضواني يا بضواني. بتاعتنا بتاعتنا بتاعتنا. طب بعدين يا موريسيو. اخر هجمه اخر هجمه يا ابني. ولا خمس نقط من اصل تسعه. رقم برضه صح. شو لسه في ماتش؟ ستة خمسة خمسة حلوين. ما انا ما خسرناش. لا انا بعد كده اودي حاسي بقى اكرم نفسي. بعد كده اودي ايه؟ حاسي.